ما شاء الله. هي اي واحد فيهم انت؟ هذا حجيت اعطى بوكس اعطى بوكس ايه اعطى ها شوي شوي بتكسر اللعبه ابويا ها ها اخبرتك عن رحله امس. رحله امس سرنا البر. سرت البر؟ نعم ورينا الضوء ما شاء. سوينا هذاك العشاء الزين استانسنا وردينا وحقي انا ما جبت لي حتى. السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام ورحمه الله. ما شاء الله هذا اخوك وصل 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 بطلنا وصل البطل. هلا بولدي هلا بنور البيت كله. حالك يا ابوي؟ بخير الحمد لله بخير. يا نسيب يا صالح ما شيء شغل. عيا اليوم انك انتهيت يا ولدي كم باكر تعشى؟ يا ربوي ببدل ثيابي وبيك. يلا يلا الحقنا هنا. يلا 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 تبغى باشيل الشاي ماي. حق شو اسمه حق عبد الله حط زياده شويه مني. ايه ايه حط له زياده زيد 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 عشان تكبر بسرعه. بارك الله فيك. تعال تعال يا حبيب تعال يا ولدي تعال. هلا والله. تعال 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 عاد طب وتخير تبغى خضار تبغى حمام تبغى حط لي منها شويه. إيه؟ حتى من هذا بعد من الابيض شوي من هذا شوي. ابوي الله يهديك بسني عاد بسني. لازم تاكل زياده يا ولدي لازم وكثر من الخضره بعد. ما بردك يا ابوي. ما تقصر ما تقصر ما تقصر. بالعافيه 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 عليكم بالعافيه. الله يعافيك يا ابوي. يلا بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. كل انت كل عسب تكبر يا ريت تلعب لي بالديايه كل عسب تستوي بطل شرات ابوك. يلا بسم الله بسم الله الرحمن. اول تسبر احنا بناخذ الكره انا بشوطه واحده من جول لجول يجيب جول المرحله ابو خلي عند شو هذا قبل يوم ده احنا نلعب في النادي كنا ما نكسر حد اي كرات هي عندنا حد بيمر خليه يعطي باس اللي يلعب. ها جرب جرب عند الجول. الو ان شاء الله. حاضر حاضر جاسم. انا يا اللي اتصال وما بقدر اكمل اترخص عنك. تصير بدوام؟ ايه الله يحفظك. ها بلاك خربت اللعب مستانس وياكم تلعبون وانا اشجعكم. شو بلاك شو ياك يا ولدي؟ يا ابوي انا ياني الامر. ياك الامر؟ اي نعم. يا ربي الحمد لله الحمد لله ان ياك الامر. حافظ على صلاتك يا ولدي ودير بالك على عمرك. ها يوم بتصير هناك ترى صحيح انا ربيتك وتعبت عليك ها وصرفت عليك والصحيات والمدرسيات ها كل شيء لكن الدوله ها هي اللي ربتك هي اللي تعبت عليك هي اللي صرفت عليك هي اللي وفرت لنا الجامعات والمدارس وكل شيء. وهذا اليوم ويا هذا اليوم عشان ترد الجميل لها رد الجميل الدولة. بارك الله فيك وانا راضي عنك ان شاء الله. يقولون رضا الوالدين انا راضي عنك لكني وخلي الدولة ترضى عنك الحين. بارك الله فيك رد الجميل للدولة. نعم دافع عن دولتك. الله يحميك الله يحفظك ان شاء الله وما ابغيك تكون زعلان. افرح لانك انت ساير تدافع عن دولتك ساير تحفظ دولتك هناك تحميها. بارك الله فيك يا ولدي سير ان شاء الله ترجع لنا بالسلام ان شاء الله باذن الله ودعواتي لك مستجابه ان شاء الله. دائما بدعي لك يا ولدي الله يحفظك ان شاء الله والله يحفظ يا الامارات الله يحفظ يا الامارات. نعم نعم يستاهلون عيالنا.
احمد كملت اكثر من 24 ساعة، تقدر تريح. ان شاء الله. انا بلش اصلي واتصل حق الاهل وبصير كل شيء. الو الو يا جاسم تسمعني؟ ايه اسمعك احمد. شحالك؟ شحالك يا جاسم؟ والله اني تولهت عليك، والله اني تولهت عليك. شحالك؟ شو مسوي؟ حتى انا متوله عليك والله. شحال الاهل؟ وينهم؟ بسمع صوتهم. والله اني تولهت عليهم يا جاسم. كلهم بخير، يسرك حالهم يتخبرون عنك. سلم عليهم يا جاسم، سلم عليهم، سلم عليهم وقول لهم ان شاء الله انا يومين يومين وراد لكم البلاد ان شاء الله. يومين. مع السلامة. مع السلامة يا جاسم. أحمد. هلا والله. كيف الحال؟ الحمد لله. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. جرب جرب. شو حالك أحمد؟ الحمد لله والله. لا تعال. أبوي وين؟ أبوي صار يصلي. ما شاء الله وصل بطل. ما شاء الله. هلا هلا بولدي. هلا بطل. هلا بالبطل. والله هلا. شو اخبارك؟ شو مسوي؟ غمنا عنك. الحمد لله يا ابوي. والله الحمد لله الامور كلها طيبه. الحمد لله انك رجعت لنا بالسلامه. الحمد لله. ابوي ابوي متى بنطلع؟ ان شاء الله يا عبد الله، ولا يهمك، باكر بطلعك والله يا عبد الله. اني بتوله عليك، بتوله عليك انت وامي وابوي، بتوله عليكم كلكم، بس لاجل الوطن كل شيء يهون، ولهاي البلاد انا ممنون. هلي ربعي ان شاء الله برد لكم مرفوع الراس، وبتفتخرون فيني كلكم. ادري يا عبد الله اني مقصر وياك، ما تشوفني ما اطلع وياك ولا العب وياك، والله ودي، بس ان شاء الله بتكبر بتعرف ان اللي اسويه للوطن ولنا كلنا. واباك تسمع كلام عمك جاسم يا عبد الله، اتمنى تعرفون بس الفخر والاعتزاز اللي فيني، اني بمسك السلاح وبدافع عن بلادي. نفديكي بالأرواح يا وطن، نفديكي بالأرواح يا وطن. باقي 100 متر عن نقطة باق. كم استشهاد جندي اماراتي من قواتنا المسلحة؟ ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا، بل احياء عند ربهم يرزقون.